السريه ذيعلونا نحن شفتوهم يا اخي هذه فضلت نحن المواطنين لعت لنا ذو كونترهات كلهم بكم من مليار وذني ما ادري شنو النقطه الثانيه اطرح لنا هذا اطرحهم لنا لين نعرفوا اي كذا كم من مليار ها فتحي اعرفوا ان هذا كم من مليارات راح عند هذا أربع مليار والله ما هذه الشركة شنو شركة معطى ماريكو كان مليار و475 مليون هذه شنو هي ما انت مشكله تيار جيت تيار دار النعيم اي هي التبي قالك انا دار نعيم هذا مليار مليار يا كلاب مليار يصير 95 مليون سكرين مواطن انا شخصيا مرة يقولون ان احنا ما يعني ان احنا داخل تو قالوا علينا شي ما يشي مش من الدوله من شر الدوله يجي من شر فوق شر النظام على انهم تبرق زينه هذه تبرق زينه على انهم ما يقدروا يتكلموا بان هم اللي خلصوا خلاص كانوا شايفين هاي تفرق زينه تفرق زينه ما تابع لك ذاك رايح حفظ راسك قريب تخلص لا الناس يشد الناس يشد العافيه الناس يشد الناس يشد العافيه الله اكبر ما كذبنا هو انتم ما تقدروا تهربوا من ذا انتم تحكم الشعب يا صاحبي انتم الحاله تخلصوا من فرصنا احنا تخلصوا من فرصنا احنا هاي المسؤوليه تمات